وينضم إلينا من واشنطن عمر محمد مراسل البلد. عمر، دعنا في أجواء استقالة كومو وأهم ردود الفعل على الصعيدين الشعبي والسياسي، وإن كان هناك أسباب خفية. مرحبا نريج. بدءا كاثي هوشول وهي نائبة كومو ستتولى إدارة الولاية، أي منصب حاكم الولاية حتى منتصف عام 2022. هوشول كانت قد وصفت تصرف كومو بعد التحقيق الذي جرى من قبل الادعاء العام بأنه تصرف مثير للاشمئزاز. البيت الأبيض، وعلى لسان متحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، قالت أنهم يتطلعون قدما للتعاون مع هوشول. كاثي هوشول ستكون الحاكم 57 لولاية نيويورك، وهي أول امرأة ستتولى وتتبوأ هذا المنصب الرفيع على مستوى الولاية. هذه الاستقالة، استقالة أندرو كومو، جاءت بعد تلويح من مجلس الولاية، كونغرس الولاية، ببدء إجراءات عزل أندرو كومو، فلذلك تراجع عن رفضه للاستقالة وسيكون مستقيلا، أي ستدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ بعد 14 يوما حسب ما أعلن كومو نفسه. لكن الأجواء كما ذكرت أريج كانت أجواء مرحبة في العديد من الأوساط، خاصة أن هناك استقالة قد سبقت استقالة كومو، وهي استقالة رئيسة منظمة تايمز أب التي ساعدت بالتعريض بسمعة إحدى الذين تعرضوا للتحرش الجنسي من قبل أندرو كومو. طبعا هذه سابقة بالنسبة للولاية، لكنها قد تضيف نقطة إيجابية للديمقراطيين الذين دفعوا باتجاه إقالة أو استقالة حاكم ديمقراطي، وبذلك قد يشيرون إلى أنهم لن يقبلوا حتى وإن صدر هذا الأمر أو صدرت هذه الاعتداءات من ديمقراطيين. نحن بانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الانتخابات التي ستجري عام 2022. لكن كومو كان قد أشار أريج إلى أن الولاية يجب أن تبذل مجهودا أكبر، وأن قلبه مع الولاية التي تتعرض الآن لمتغير دلتا من فيروس كورونا، خاصة إذا ما علمنا أن كومو كان قد بذل مجهودا كبيرا على صعيد العمل، ليس كما ما ظهر عليه وما أخفاه طيلة فترة طويلة، وهي تصرفات غير مقبولة ومثيرة لاشمئزاز بحسب حاكمة الولاية القادمة، وهي التعرض والاعتداء على العديد من النساء، 11 امرأة من بينهم شرطيات كنا يحمين كومو في منصبه. إذا هناك أيضا تحقيقات جنائية ستأخذ مسارها، إذ إن مسار كومو السياسي قد انتهى لربما باستقالته، لكن المسار الجنائي سيبقى يلاحق كومو على هذه التصرفات المشينة. لك يا أريج. نعم، عمر محمد مراسل الغد كنت معنا من واشنطن، شكرا لك على كل هذه المعلومات.